كنا نسأل يا أستاذ في الفقرة الماضية عن الملحق الأمني، هل يمكن تعديل الملحق الأمني؟ هل ترى ذلك في الصالح مثلا من تعديل الملحق الأمني؟ شوفي أنا يعني عارفة كل اللي أحاط بما شوفي أنا بعتقد إنه إحنا عملنا حاجة مش وقت مناقشتها، لكن بعتقد إن إحنا قفزنا قفزا من مرحلة الحرب إلى مرحلة سلام وسلمناها لأمريكا. وأنا بعتقد إنه ده لا يزال آثاره تطاردنا وسوف تظل تطاردنا إلى مدى بعيد، لأنه نسي الهدف من الحرب. أنا ما أسمع حد نسي الهدف من الحرب. أنا الراجل اللي كتب التوجيه الاستراتيجي لأحمد إسماعيل باسم الرئيس السادات طبعا. حضرتك بتتذكر طبعا ده 40 سنة بعد حرب أكتوبر. والله 40 سنة وأنا يعني ما عنديش فكرة قد إيه هذه الذكرى بتبعت عندي شعور بالفخر وايضا شعور بالقلق، لانه احنا في خطا اساسي. لان انا بتفاوض مع احمد اسماعيل على هو كان عاوز ورقه مكتوبه ولو ان ده بعيد، لكن عايز ورقه مكتوبه تحدد. بقول لك انا مش عايز انا نفسي بحاكم، ما يتقليش اوامر شفويه او ما يتقليش اوامر مبهمه. انا عايز تحدد الهدف الاستراتيجي المطلوب مني تحقيقه بالتحديد. والرئيس السادات يعني كان تأخيره جاء قال لي انا مش عارف اتفاهم مع احمد اسماعيل عاوز ورقه مكتوبه فنشوف اتفاهم معاه. ورحت شفته مرات لوحده، مرات بحضور الجمصي وسعد الشاذلي، وهو كان مصمم على حاجه واحده، انني لا استطيع ان انفذ الا بقدر ما تسمح به حجم قوتي. ما حدش طب انت يا سياده الفريق انت طالب ورقه، واذا فلا بد من تحديد. ما يمكنش حد يقول لك والله حقق اهداف بمقدار حجم قوتك، لابد ان يكون في هدف نتفق عليه. خطه جرانيت واحد يقول لك لا، خطه جرانيت واحد ما تلزمنيش انا هعمل رؤوس كباري او سيبني اتصرف. طيب سيبك اتصرف، لكن قدرنا نوصل لصيغه انا بعتقد انها كانت مهمه جدا، وهي كسر نظريه الامن الاسرائيلي. انا ما اردناه بحرب اكتوبر بالدرجه الاولى ليس تحقيق انتصار ساحق، لأن الناس مرات تبص تقول لي والله حرب اكتوبر كانت حرب هايله جدا من الناحيه العسكريه، لكن في حاجه نتائج اللي احنا فيه النهارده لا، هذا ليس وضع ناس انتصروا، لكن في حاجه احنا نسيناها مهمه جدا، وهو ان الهدف الاستراتيجي من الحرب وهو قد تحقق. الغريبه جدا انه هذا الهدف تحقق، وهو كسر نظريه الامن الاسرائيلي، بمعنى ارغام اسرائيل على ان تفهم انها لا تستطيع ان تملي على العالم العربي ولا على مصر شروط بقائها بطريقه القوه وبالعنف وبالاعتماد على امريكا بهذه الطريقه. فاحنا نسيت فكره انه ده كسر نظرية الأمن الإسرائيلي، وتصرفنا بشكل أو آخر مش مشكلة. لكن أنت لما تشوف الشروط اللي حطها عليك كيسنجر، وأنا يعني أنا جايب لك أنا مش جديدة، يعني أنا أولا عارفة دي قضية حياتك، قضية حياتي فعلا. يعني أنا في وقته في الأهرام كاتب مقالات عند منتهى مفترق الطرق، وهي كانت مقالات منشورة في الأهرام، وفيها أهم حاجة فيها مقالتين بعد مقابلة مع هنري كيسنجر طويلة. المقالة الثانية بقول الناس كلها بتقول إن شاء الله كيسنجر ينجح في مهمته، أنا بقول إن شاء الله ما ينجحش، لأنه معنى نجاحه ضريبة فادحة علينا إحنا جدا. بعد رجعت في الكتاب ده اتكلمت في فصل كامل على هذا الموضوع، على الشروط اللي إحنا قبلناها. لكن أنت بشكل أو كنا إحنا فهمنا انه هو هدفنا هو نظريه الامن الاسرائيلي، وتذكرنا انه هذا الهدف الاستقلالي، يمكن كنا تصرفنا بطريقه ثانيه. ايه الطريقه الاخرى اللي كان يمكن ان نتصرف بيها؟ يعني احنا استعدنا اول حاجه خلي بالك انه كيسنجر لما جالك، وانا فاكر لما لقائي معاه في 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 في, في هيلتون كويس قوي، كل اللي قالوا لي قال لي انا عاوز اكلمك بصراحه. هو كان عارف ان انا عندي علاقه قويه بما يجري وان انا موجود داخل مشهد. نمره واحد، انا ما بعرفش حاجه اسمها العالم العربي، ما تكلمنيش في حاجات عائمه، ما اعرفش حاجه عن العالم العربي. انا بعرف ان في دول، بعرف ان في بلد اسمها مصر، وبعرف ان في بلد اسمها سوريا، وبعرف ان في بلد اسمها اردن، وانا انوي ان اتعامل مع كل هذه المنطقه بلدا بوصفه زي ما هو. حاجه ثانيه، انا بعتقد انه انتم
غريبه قوي يا احمد، كمل لك بقيه الشروط. الحاجه الثانيه انه انا بعتقد انه انتوا ضروري ان تعطوا اسباب للطمانينه لاسرائيل، لانه اسرائيل وهذا صحيح رغم انها وصلت لها معلومات وجرت ناس، انا ساعات بفزع لما بشوف في الجرايد دلوقتي بعض المرات انه نقلا عن كتاب اسرائيليين انه اشرف مروان راح قال بلغ الاسرائيليين بميعاد الحرب بناء على اتفاق مع رئيس السادات. لا يعقل، لا يعقل قائد اعلى القوات المسلحه يبلغ عدو مش ممكن الكلام ده. فاحنا وده على حال ضمن الخلط اللي احنا داخلين فيه في محاوله لتبرير غلط. فانت واحد بيقول لي والله انا اتصرف مع كل بلد عربي لوحده، ده كان لازم لا تقبلي الا كله يبقى معاك، لا تقبلي الا سوريا اللي دخلت معاك الحرب في نفس الوقت تدخل معاك في نفس الترتيبات في نفس الوقت. تتكلمي على جد يعني. الحاجه الثانيه انه مرحله مرحله على عشان اطمن اسرائيل، انه سينا تبقى منزوعه السلاح، ان سينا ما تحط فيها ترتيبات دائمه، انه سينا تشرف على الامن فيها قوه امريكيه او قوه دوليه بقياده امريكيه. إن كل ده ترتبت عليه اشياء كتير جدا، انه امريكا لازم تنفرد وحدها. بيقول لي هو قال لي كده، بيقول لي انا لا استطيع، ما تعاملت في مشكله فيتنام انا كنت مفوض لوحدي، مش عايز حد اطلاقا يقرب، لا عايز سوفيت ولا عايز اوروبا. فانت قابلتي هذا الكلام ايضا. وبعدين بيقول لك انه غريبه جدا ضمن توصياته انه التجربة الناصرية مثلا، التجربة الناصرية دخلت مش عارف عملت ايه وعملت ايه وعملت ايه، وهذا في القطاع العام لما بغي يحصل فيه ايه، واقصيته التيار الاسلامي. هنري كيسنجر بيكلمني على التيار الاسلامي. هل هذا معقول؟ هل كنا نملك من ادوات القوة حينها للتفاوض بشكل افضل؟ لا، سؤال. اذا تذكرتي انه هدفك كان كسر نظرية الامن الاسرائيلي، وحدث، وقد حدث، يبقى انت كان لازم في مواقعك التفاوضيه بتتكلمي عن انه انت قادره، وانت قادره كنت قادره بعالم عربي. احنا اللي ضغطنا على السعوديه ترفع حظر البترول. كيسنجر ضمن اللي طلبه بيقول احنا انا ما اقدرش اشتغل وانا عارف ان السوفيات موجودين في مصر بهذه الطريقه، لازم يطلعوا السوفيات، ثم انا ما اقدرش اطلعهم لانه حريص على الوفاق، فهذه مهمة يجب أن تقوموا بها. نتيجة ده إن إحنا دخل ده من ضمن الحاجات شجعت العمل الإسلامي في الجهاد سو كولد جهاد إسلامي في أفغانستان، إنك أنت كان لازم تطلعي السوفيات من المنطقة كلها وأمريكا تتفرج عليكي وأنت بتعمليها بوسائلك، لأنه هي مقيدة بالوفاق، أنت مش مقيدة بالوفاق. فإحنا تولينا يعني النهاردة لما تكتبي فيما ينبغي عمله أقول لك والله لابد من ترميم علاقات مع الصين مثلا، لا في المرحلة لابد من الاتصالات مع الهند، لابد من الاتصالات مع روسيا، بمعنى انك لابد ان اوروبا لابد من عودة الى قوى العالم لا يحتكرن الامريكان او غيرهم. فانت بتلاقي نفسك في ده كله داخلة في مشاكل حيث تتجهي بسبب موضوع الاسلام السياسي، بسبب انه مع الصين عندنا شينكانج، مع الروس عندنا الشيشان، مع اوروبا في الهجره ومترعببين من الموجودين فيه، انت مع افريقيا الضرب والقتل كل يوم. اذا